الفقه باختصار أخواننا ينقسم إلى قسمين. هذا كتابنا الآن، أي كتاب مؤلف في الفقه ينقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات يبدأ الفقهاء بالعبادات، لماذا؟ أشرف، خلقت حتى تعبد الله، ثم بعد هذا أتك بالمعاملات. هو أصلا هذا المؤلف رحمه الله، أي عالم يؤلف في الفقه هو يؤلف لمن؟ لنفسه أو لك؟ لك، تمام. إذن هو لابد أن يمشي على الطريق الذي تريد أن تمشي عليه. فأول شيء عندك إيش يبغى منك وإيش يريد هو؟ يريد أول شيء منك أن تخلص العبادة لله. فقال أنا أبدأ بالطهارة، تمام؟ الطهارة من أين أخذناها؟ أركان الإسلام. إذن الفقه أول شيء، الفقه الاسم الأول، نحن قلنا الأول الفقه والثاني معاملات، يبدأ بالعبادات. العبادات أركان الإسلام الخمسة، يبدأ بالطهارة. الطهارة أولا هي طهارة الباطن، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسول، وقلنا يركز دائما على هذا، ويريد طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. إذن الآن أخذنا القسم الأول العبادات، وأول شيء في العبادات الطهارة، والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة باطن وطهارة ظاهر. أهم ما يكون طهارة الباطن، لأنه لو عندنا إنسان مسجون مقيد بالسلاسل لا يستطيع يستقبل القبلة ولا يتطهر من بوله ولا يتوضأ ولا يقوم ولا كذا ولا كذا، يصلي على حاله، نعم، وصلاته صحيح. أما طهارة الباطن هذه لا يمكن أن ترفع عن أحد ما عقل وعلم، تمام. العبادة إذن بدأوا بالطهارة وثنوا بماذا؟ الركن الثاني الصلاة. الصلاة هنا بعد الصلاة ناسب أنهم يذكروا عندنا الصلاة على الجنازة، وعندما ذكروا الصلاة على الجنازة قالوا نضع كل شيء يختص بالأموات، قالوا كتاب الجنائز هو في الحقيقة داخل مع كتاب الصلاة. وعادة الفقهاء أنهم يذكروا المسألة دائما في أول مكان تذكر فيه، فعندما ناسب هنا أنه في الصلاة يذكر الصلاة على الجنائز، ناسب أنه يذكر ماذا؟ كل ما يختص بالجنائز. لماذا؟ لأنه عندما يأتي بعد مثلا في تذكر الآخرة، في كذا، في التركات، في المواريث، يقول وقد تقدم، صح؟ ما يقول سيأتي، صعب جدا. أحيانا يقول سيأتي، لكن في الغالب يقول وقد تقدم. إذن يذكر المسألة دائما في أول مكان تذكر فيه. يستشكل بعض الطلاب أحيانا الترتيب، يقول لماذا الآن باب الآنية؟ عندنا باب الآنية أين؟ في الطهارة. يقول لماذا وضعوا باب الآنية؟ يا أخي أنت طالب، امشي على هذا الطريق، لا تقول لماذا، مفهوم؟ وضعوا باب الآنية هنا، المفروض يقول أن الآنية تكون أين؟ في الأطعمة والأشربة مثلا. طب لماذا وضع هنا؟ لأنه هذا أول مكان تذكر فيه. ما علاقة الآنية بالطهارة؟ لها علاقة. الماء الأصل في الطهارة، الطهارة بالماء، والماء جوهر، نعم جوهر سيال، يحتاج إلى شيء يوضع فيه، ولهذا ناسب أن يذكروا لك الآنية في كتاب الطهارة. إذن الطهارة وردوا طهارة الباطن قبل الظاهر ستأتي إن شاء الله، والصلاة وفي الصلاة في الجنائز، فوضعوا كتاب الجنائز ووضعوا لك كل شيء الآن حتى ترتاح من أول الأمر. ثم بعد الصلاة الزكاة والصيام والحج، وقلنا المؤلف اختصر، بقي معه في العبادات يذكر الجهاد. انتهينا من القسم الأول، أتى بأركان الإسلام، تمام.